تقول السائلة: جاء في الحديث بأن الله لعن النامصة، فهل تشقير الحاجبين وهو تغيير لونها بلون الجلد أو شيء من شعر الوجه يدخل في لعنة الله؟ نعم، هذا نوع من تغيير خلق الله. المسلمة تترك شعر حاجبيها كما خلقه الله، لا تتدخل فيه لا بقص ولا بنتف ولا بصبغ، بل تتركه على خلقته، وهو جمال خلقه الله جميلا، فلا تغيره وتتدخل فيه.